إنتاج النفط يتطلب استخدام تقنيات قد تكون مكلفة في كثير من الأحيان، كما هو الحال في السلطنة، حيث تحقن كميات من البخار في جوف الأرض لتسخين صخور المكمن ما يسهل تدفق النفط الثقيل. فكرة تجريبية تعوض استخدام الطاقة الأحفورية بالطاقة البديلة هنا في حقل أمل بمرمول، حيث تتوفر الطاقة الشمسية على مدار العام وتستخدم في إنتاج البخار بدلا من الغاز بكلفة مجدية. مشروع استخلاص معزز للنفط باستخدام الطاقة الشمسية، فإحنا نطلع البخار عن طريق استخدام الطاقة الشمسية عوض عن استخدام الغاز الطبيعي. فاللي ورايا هذا عبارة عن مشروع تجريبي فقط عشان احنا نفهم كيف مشروع مثل هذا، كيف الحقل الشمسي هذا يتصرف في مكان معين. هذا المشروع يعتبر علامة فارقة في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم بقدرته على إنتاج 11 طنا من البخار في الساعة تحت ضغط عالي. يتكون المشروع من بيت زجاجي بداخله عدد من المرايا المصنوعة من الألمنيوم التي تتابع الشمس في حركتها خلال اليوم فتعكس أشعتها وتركزها منتجة حرارة عالية تصل إلى 300 درجة مئوية تستخدم لاحقا في إنتاج البخار من الماء. مشروع يعتبر بوابة لاستخدام استخدامات الطاقة الشمسية هنا في سلطنة عمان، استخدامات أفضل للطاقة المتجددة بشكل عام، تعطي الحكومة خيار آخر لاستخدام الغاز الذي يتم توفيره من هذا المشروع. تعدد استغلال الطاقة الشمسية المتجددة في السلطنة من المؤمل أن يسهم في تبوء السلطنة مركز الريادة في تصميم وتصنيع هذه المحطات بتوفر المواد الخام كالألمنيوم والصلب، مما يفتح آفاقا نحو فرصة كبيرة لصناعة النفط والغاز.